السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم محب قناة أم بلال البورسعيدية. دلع كرشك دلع نفسك، صباح سعيد، يوم جديد على عيني وعلى عيونكم. النهاردة هنعمل الغريبة. أنا بقى مش بسميها الغريبة، أنا بسميها النواعم. بجد سهلة بسيطة، مش هتتعبك، نواعم بجد. هتدوب 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 في ايدينا. حتى عاوزة بس أوريكم، بسم الله. شايفين دبت ازاي في ايديا؟ شايفين حاجه كده رائعه، هتتفرجوا عليها. ارجو لو عجبتكم الوصفه فضلا وليس امر نعمل اعجاب للقناه ونشارك فيها ونفعل الجرس. يلا بينا نخش على الطريقه من مطبخ ام بلال البورسعيدية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الغريبه من اسهل ما تتخيلوا. اهم حاجه السمنه بتاعتنا نكون معايرينها. انا سيحتها الاول وعايرتها بالكوبايه. الكوبايه اللي هشتغل بيها هي الكوبايه اللي هشتغل بيها بكل المقادير، وعندها في التلاجة لان انا عايزه السمنه تبقى في التلاجة. السكر بتاعك هتطحنيه، انا بقول لك بس على معلومات في الاول، لو هتطحنيه في نفس الوقت كويس جايباه او مركون عندك لازم ننخله عشان التكتلات اللي بتبقى فيه. الغريبه يا جماعه انا عاملاها بسمنه بلدي. الغريبه ما ينفعش تتعمل بزبده لان الزبده فيها سائل، والغريبه ما ينفعش يكون فيها سائل، فالغريبه لازم تتعمل بسمنه، يا سمنه بلدي يا سمنه نباتي يا سمنه بلدي على نباتي. دي معلومات تبقى عارفاها. لو سمنه بلدي تمام، لو هتحطي سمنه نباتي يبقى عشان السمنه النباتي نحط لها كده باكو فانيليا عشان الطعم يبقى متغير. سمنه بلدي خلاص اتكل على الله واشتغل على طول. دي المعلومات المهمه للغريبه. الغريبه لازم تتعمل بسكر باودر، تمام. السكر بقى دي حسب راحتك، عايزاها مسكره شويه للي بيحبوا السكر يزودوا السكر، عايزاها معتدله هتعمليها زي ما انا بعملها، عايزه السكر بتاعها اقل للي بيبقوا عايزين الحلويات بس السكر اقل هتعملي اقل مني. انا بعملها متوسطه، عايزه سكر اقل هتقللي مني، اقل مني بربع كوبايه، عايزه اكتر هتزودي اكتر مني بربع او نص كوبايه. يبقى انا كده اتحت لك كل حاجه قبل ما نشتغل في الغريبه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي فيها. جبت كوبايتين سمنه بلدي نباتي حسب ما انت عايزه. ممنوع الزبده، الزبده في الغريبه يا جماعه ممنوع عشان فيها سائل هتفرش معاك وهتلاقي الغريبه كده بتضحك في الصاج مش عارفه تلميها. ده اول حاجه. السكر بتاعها هحط كوباية وربع او كوباية ونص حسب ما انت عايزة. الدقيق هيبقى ضعف السمنة، هنا كوبايتين يبقى احط اربع كوبايات دقيق، ما يعادل نص كيلو دقيق. وعلى فكرة عايزة تكتري زودي المقدار. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، هبتدي انزل بالسمنة بتاعتي في عايزه تعمليها بعجان، عايزه تضربها بمضرب يدوي، عايزه مضرب كهربي، ده حسب الارتياح اللي انت بترتاحي فيه. يلا بينا. معلش ما انزلش عشان ساقعة. كده تمام. هبتدي بقى انزل عليها بالسكر البودر. بسم الله. كوباية ونص زي ما اتفقت معاكو، عايزة تكتري كوبايتين، عايزة تقللي يبقى كوباية. هدخل بقى السكر على السمنة عشان وانا بعمل بالمضرب ما يعفرش معايا. الخطوة دي مهمة. لو ما فيش سكر بودر ممكن ما تطحنيش السكر وتجيبي سكر ناعم وتعتمدي على الخليط بتاعه لما يتخلط، بس تكتري في الخليط بتاعه شوية. نجاح الغريبة في التركة اللي احنا هنعملها دي الخلط في المضرب، هو ده النجاح بتاع الغريبة بتاعتنا. بسم الله. طبعا من كل الجوانب كده هتفضلي تضربي فيها على القليله من 5 لـ7 دقايق. ده اهم خطوه عندي يا جماعه. كده يعتبر خلاص
هبتدي بقى اجهز الدقيق بتاعي. شايفين اهي الدقيق بتاعي بقى هيبقى 4 كوبايات دقيق بنفس المج اللي اشتغلنا بيه او نص كيلو دقيق. وبس نصيحه مني بلاش خليها بالكوبايه اللي احنا شغالين بيها، وعودي نفسك لما تيجي تعملي بمقدار بالكوبايات هي الكوبايه اللي تشتغلي بيها، ما تشتغليش باي حاجه تانية، والدقيق يكون نظيف. تمام يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اول كوبايه، طبعا الدقيق بتاعي منخول، طبعا انا ممكن احط كل الدقيق على بعضه بس ما ينفعش، بحط الدقيق واحده واحده. انزل بالكوبايه الثانيه، انزل بالكوبايه الثالثه، وهنزل بالكوبايه الرابعه. لحد ما العجينة بتاعتي تتلم، وبعد كده ابتدي اشتغل بايدي. الغريبة اسهل ما يكون في عمايلها، طبعا اعجنيها عشان تبقى ناعمة معاكي. تمام بقيت ناعمه وجميله ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله. اهم حاجه لما تيجي تعجنيها ما تشققش معانا. طبعا نعمل لها اختبار، تغسلي ايدك، تاخدي حته اهي، شايفه ناعمه ازاي في ايدي، هكورها، ما شققتش معايا، حتى لما عملت ايديا كده اهوت ما شققتش، يبقى كده العجينه معايا بقت كويسه. اهم حاجه في العجينه زي ما قلت لك تضربيها جامد، تدعكيها جامد في الحاجات بتاعتها في الدقيق وفي الحاجه بقت كويسه. طب يا ام بلال لو انا لقيت العجينه بتاعتي بتشقق افركها وادعكها من الاول تاني؟ كل ما تدعكيها كل ما هتنعم معاكي، وكل ما مش هتشقق معاكي وتبقى الغريبه بتاعتنا جاهزه. يلا بينا بقى عشان نجهزها. هجيب حته عجينه هكورها، لما تكوريها ما تفرشهاش قوي، خليها تاخد نفس المنظر ده. ليه؟ لان لسه هتفرش معاكي، وكل اللي هتعمليه صباع صغنن كده اهوت. عايزه بقى تحطي هنا مربى، عايزه تحطي قرنفل زي ما كنا بنعمل زمان، عايزه تحطي فستق، عايزه تحطي لوز، عايزه تحطي بندق، اللي انت عايزاه. هعجن كله واحطها في الصينيه بتاعتي. شايفين الجمال مش مشققه ازاي؟ كل ما تعجنيها كل ما تبقى كويسه معاكي. فاكرين بقى زمان لما كنا بنحط القرنفل؟ انا عايزه اعملها بقى اشكلها. ادي الصاج خلصت اهو، هبتدي بقى اعمل ايه؟ احط القرنفل كده اغرزه فيها، لوز، عايزه تحطي الشوكولاته اللي هي كور الصغنونه، عايزه تحطي بندق، اعملوا اللي انتوا عايزينه يعني. ادي الصاج خلص اهو، ابتدي بقى ادخلها الفرن على درجه حراره 180، وابقى طبعا مشغله الفرن مسبقا. ذوقها بالطريقه اللي انت عايزاها، مش هتاخد ربع ساعه نواعم البيت الغريبه بتاعتنا. يلا بينا في مطبخ ام بلال، انتظروني. اهي جوه الفرن، انتظروني بعد ما تطلع من الفرن. الغريبه وجمالها بعد ما طلعت من الفرن، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ شايفين العظمه؟
عودوا نفسكم بقى اي حاجه تطلع من الفرن ممنوع حد يمسكها الا لما تبرد، لان لو طلعت سواء بسكوت كعك اي مخبوزات طلعتها من الفرن ومسكتيها قبل ما تبرد هتتكسر. بسم الله، بس عايزه اوريكم ناعمه ناعمه، شايفين بقى من الظهر عامله ازاي، نواعم غريبه، نواعم نواعم بجد. وبكده تبقى انتهت الوصفه بتاعتنا، وصفه الغريبه النواعم، وصفه العشر دقائق من مطبخ ام بلال البورسعيديه من غير لا تشقيق ولا اي حاجه، بجد في قمه الروعه. ارجو لو عجبتكم الوصفه فضلا وليس امر نعمل اعجاب للقناه ونشارك فيها ونفعل الجرس في قناتي وقناتكم وقناتنا كلنا ام بلال البورسعيديه. دلع كرشك دلع نفسك.